نبتدي بفرط الحركة. نبدأ بفرط الحركة. من الأمراض الشائعة جدا زي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا عنه كتير، وقلنا إن هو نسبته بتصل في بعض الأوقات وفي بعض البلدان بتتعدى 7 و8%. في مصر احنا ممكن نقول النسبة بتاعته يعني بتتراوح ما بين 3 ل 7%، يعني وده كل نسبة كبيرة؟ نسبة عالية جدا طبعا. يعني كل 100 طفل 3 أو 7 أطفال عندهم فرط حركة وتشتت انتباه. مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه من الأمراض اللي بتبدأ أعراضها تظهر من فترة الحمل، الفترة الأولى من الحمل. ممكن تتأخر شوية، تظهر في أول 6 شهور، ممكن تظهر بعد شوية، آخرنا إن إحنا نبدأ نلاحظها عند سن 1.5 سنة. من الأمراض اللي بتعمل مشاكل كتيرة جدا للأسرة وللمجتمع بوجه عام، لأن الطفل بيبقى حسب المسمى بتاع المرض بيسموه الطفل كثير الحركة قليل الانتباه المندفع. يعني 3 حاجات في وقت واحد موجودين.